معي من لندن محلل أسواق المالية في شركة إكويتي جروب مارك لي، أهلا بك معنا في هذه الفقرة. بداية يعني شاهدنا قطاع التكنولوجيا، سأبدأ معك مع قطاع التكنولوجيا، رغم الارتفاعات القوية ويلعب دور مهم جدا بالنسبة إلى دعم السوق ويتحول أحيانا إلى قطاع دفاعي، ولكن شاهدنا هناك عدة تقارير نوعا ما يعني توصي بأنه البيع عليه خصوصا من جولدمان ساكس وبنوك أخرى. بداية، ما هو توقعاتكم بالنسبة إلى هذا القطاع؟ مساء الخير. كما قلت، جولدمان ساكس خفض توقعاته لقطاع التكنولوجيا من اتجاه صاعد إلى الحيادي، وهذا أحد الأسباب التي جعلنا نرى هذا الأسبوع فيه حيادية في الأسواق، لأن هناك تراجعا كان في البورصة، وفي نهاية المطاف لم يحرز تقدم كبير في رزمة التحفيز في أمريكا. الديمقراطيون لا يريدون تقديم الرزمة قبل 3 أسابيع من الانتخابات، لأن هذا الأمر سيحيي حملة ترامب، ولو مرت الرزمة سينظر إلى ترامب على أنه منقذ للاقتصاد. طبعا سنكون أمام حزمة، لكن على الأغلب سيحصل هذا الأمر بعد الانتخابات. إذن هناك عزوف عن المجازفة بسبب ارتفاع حالة عدم اليقين، وطالما أن هذه الحالة قائمة نتوقع للأصول ذات المخاطر العالية أن تعاني، يضاف إلى ذلك تصاعد حالات COVID-19. إذا نظرت من زاوية، الجائحة شبه انتهت، لكن من زاوية أخرى تجد أن هناك تصاعدا في غالبية الولايات الأمريكية وتزايد للإصابات في الاتحاد الأوروبي وأرقام قياسية في ألمانيا وإيطاليا. ليست هناك أخبار إيجابية، وأيضا ليست هناك أخبار إيجابية بخصوص اللقاح. جونسون أند جونسون أوقفت تجاربها مؤقتا بسبب مرض أحد المشاركين. إذا نحن أمام فترة أساسية في احتواء الفيروس وانتشار الفيروس، وللأسف هذا ما سيؤثر على الأداء الاقتصادي. إذا نحن أمام وضع صعب بالنسبة للبورصة، ويبدو أن البورصة على وشك دخول في حالة تصحيح قوي بعد الرالي الكبير الذي شاهدناه مؤخرا. نعم، أذهب معك إلى لندن مرة جديدة. يعني تتوجه لندن أو تتوجه بريطانيا نحو الإقفال الثاني، في هذا الإقفال كيف سيكون أداء الاسترليني؟ خصوصا هناك نوع من الحيرة مع هذا الزوج، يعني باوند دولار، مستوى 31 مهم، ولكن أيضا البريكزيت عامل مهم جدا، ولكن يتقدم عليه الآن الإجراءات التي تتخذ بسبب إجراءات طبعا كورونا. كيف ترى الاسترليني بين كورونا والبريكزيت؟ كنا أمام أسبوع متقلب للاسترليني. في البداية كانت هناك أخبار إيجابية بسبب عدم مغادرة المملكة المتحدة لطاولة المفاوضات. ارتفع الاسترليني إلى 31 لفترة قصيرة، لكن أخبار دخول لندن في حالة إغلاق هذا الأمر كان سلبيا، وليس هناك وضوح بخصوص صفقة البريكزيت. العناوين الإخبارية ترسل إشارات متناقضة وهي تصدر يوميا. هناك مهل نهائية تتغير دائما، ولا بد من مراقبتها بحذر. إذن كانت هناك مهل نهائية في السابق، وهي ليست كافية لشحذ السكاكين في المفاوضات. كان هناك مهل نهائية من المملكة المتحدة البارحة، والاتحاد الأوروبي وضع مهل نهائية لن يلتزم بها. رئيس الوزراء الإيطالي قال إنه لا يقبل الصفقة بأي ثمن، وبوريس جونسون قال إنه يجب أن نحضر أنفسنا لخروج دون اتفاق. إذن الضغوط تتصاعد، والسؤال هو من سيستسلم أولا؟ إلى أي مدى يجب أن نأخذ كلمات جونسون بجدية؟ أعتقد أنه يستعمل ذلك كتكتيك تفاوضي، فهو
فعل الشيء ذاته من قبل. إذا كانت الأسواق تصدق جونسون فأعتقد أن الإسترليني سيكون عنده قيمة أدنى من السعر الحالي. لكن إذا كان كلامه صحيحا لن يكون الخروج جيدا. فالشراكة التجارية بين الطرفين هي 6 أضعاف الشراكة الأسترالية مع الاتحاد الأوروبي، وهناك الفحم والذهب، والمملكة المتحدة تصدر الكثير من السلع المصنعة، وهي صناعات خاضعة للأنظمة والتشريعات. وطبعا الكل يركز على الأول من يناير كما هو لا نهائية. المملكة المتحدة كانت تؤكد على أنها لن تخرق هذا التاريخ، لكن كلما اقتربنا من هذا التاريخ يجب أن نأخذ بالحسبان احتمال التمديد. بوريس جونسون سيتذرع بالجائحة. البارحة أحد موظفي الاتحاد الأوروبي كان لديه فيروس كورونا، وواضح أن الأمر مؤثر، وبالتالي هناك الكثير من الوعود الخلابية التي أطلقها جونسون. ولا أعتقد أن البريكزيت ستحل قضيته في أكتوبر 21 وموضوع الإغلاق. عفوا للمقاطعة، لأنه بعد عندنا سؤال مهم جدا بالنسبة إلى الذهب قبل يعني نهاية الوقت. بالنسبة إلى الذهب، هل أنت متفائل أكثر في المرحلة المقبلة على المدى المتوسط أو بعد الانتخابات؟ I'm very optimistic on the price of gold. I believe this. أنا متفائل بخصوص سعر الذهب. أعتقد أن عدم اليقين سيدعم سعر الذهب. هناك كثير من المتحولات التي تؤدي إلى حالة عدم يقين. هناك فرق بين عدم اليقين والذعر في السوق. إذا كان هناك ذعر في السوق، فهذا الأمر سيؤدي إلى طلب كبير على الدولار، والأمر سيؤثر على الذهب المقاوم بالدولار. لكن في حالة عدم اليقين فلا أرى أن هناك ذعرا، بل سيكون هناك تراجع في الطلب على الدولار. وبرأيي الذهب مدعوم بأساسيات نتيجة انخفاض الفائدة في السنوات المقبلة وضعف الدولار على المدى البعيد. وأيضا هناك إشارات إيجابية في النواحي الفنية. كان هناك أسعار الذهب جاهزة للصعود. أعتقد أن الذهب سيتجه إلى الصعود، وأي كسر مستدام لمستوى 1920 يمهد الطريق نحو الأرقام القياسية الجديدة في الذهب. الذهب مدعوم فنيا وأيضا مدعوم من حيث الأساسيات. وعندما يتفق هذان الأمران فإن هذه فرصة جيدة جدا. شكرا لك مارك لي، محلل الأسواق المالية في شركة إكويتي جروب، على هذه المعلومات.